شنو المشتركات بينكم وبين التيارات المدنية؟ يعني التيارات المدنية دائما ما تدفع بالشباب، تبحث عن عنفوان الشباب، وهذا حقيقة موجود عندنا بمشروعنا. دعمنا الشباب بشكل كبير جدا، أسس لنا أن يكون هنالك الخط القيادي من يعني تيار الحكمة. دائما ما نختار الشخصيات الشابة، هذا هو يعني جزء. أما بقية التفاصيل فإذا نخوض بها نحتاج لنا حلقة كاملة. اليوم هل أنه القوى المدنية قادرة على أنه فعلا تنافس على القوى التقليدية؟ شوف مو هنا جاوبنا جواب واقعي. لا هو أنت حشيك بالواقعية. شوف القوى المدنية اليوم خبرتها في عملية الانتخابات ضعيفة، هذه نقطة. النقطة الثانية على اعتبارات أنه دخلت حديثا للأجواء الانتخابية. النقطة الثانية تمويل، من أين سيكون هذا التمويل؟ جيد. تعرف أنه اليوم القوى التقليدية صار لها باع وصار لها سنوات ويعدها تفاصيل في هذه البنية، بنية الدولة. هذه ما يمتلكها المدني. إذن هي بحاجة إلى الكثير من القضايا حتى تكون منافس شرس. يعني بحقيقة المصطلح شرس. لكن يسعفها أنه الشارع يبحث عن التغيير، الشارع يبحث عن دماء جديدة، يبحث عن لون جديد مختلف، وهذا أعتقد سوف يكون له هامش في الصناديق. إيه نعم. ما تقدر ما راح يكون شريك منافس. لا، الشراكة اليوم للأقوياء. ليش مو أقوياء؟ بالانتخابات. بالانتخابات مو إحنا انتخابياً ما راح يكون قوي؟ هذه ما أقدر أحكمها 100% قدر ما عندكم ماكينتكم الانتخابية، عندكم قراءات، عندكم جداول توضع قبل الانتخابات وما بقى وقت على الانتخابات، هذه كلها واضحة عندكم. كلها هذه كلها مجسات مو حقيقة. الحقيقة النتائج واضح. الانتخابات السابقة بالانتخابات البرلمانية عام 21 يعني حصلوا أصوات جيدة وحصلوا مقاعد جيدة أكثر من كانت الدوائر كأصوات. لأنه كانت الدوائر متعددة والقانون خدمهم خدمة العمر مثل ما يقول. بالتالي اليوم باختلاف القانون أعتقد أن هذا الواقع سيختلف وستكون النتائج خير عنوان.